وآله المعصومين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحياتي لكم أستاذ وعد اللامي، حفظك الله ورعاك ووفقك لحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك بيك ورحمة الله على والديك، وجزاك الله خير الجزاء. وأنتم إن شاء الله، بارك الله فيكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير الجزاء. الآن الأخ أبو أحمد عندما ذكر وكانوا أحق بها وأهلها، ذكرني مباشرة بهذه الآية أنه نتكلم فيها، فالمفروض كانوا أحق كلمة التقوى. التقوى معناها الورع عن محارم الله تبارك وتعالى. فلما إنسان يقول أنه كان أهل للتقوى، المفروض هذا الإنسان يكون متقن في كل وقت وهو أهل للتقوى. عندما تنظر إليه صباحا تقول إنه هذا مع الله متق لله تبارك وتعالى في كل شيء، ولما تنظر له ظهرا ومساء فتقول إن هذا متقي وأهل للتقوى وأحق بهذه التقوى. من هذا؟ من هؤلاء الذين هم أهل التقوى وحق بالتقوى، بل هم الذي تنطبق عليهم؟ سوف نخوض إن شاء الله في هذه الآية الآن وهو يقرأ، وأنا ما أعرف ماذا يقرأ، ذكرني بهذه الآية. طيب، اليوم إحنا في سورة الأعراف نتكلم في الآية رقم 28 و29، ولاحظوا استدلالات الشيعة في هذا البرنامج كلها من هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. الآية الكريمة التي نحن في صددها إخواني هي الآية 29. الله تبارك وتعالى يقول: قل، أمر ربي بالقسط. قل فعل أمر، أمر ربي بالقسط، أمر من الله تبارك وتعالى فعل أمر،
والفاعل هو الله تبارك وتعالى. أمر ربي بماذا أمر؟ أمر بالقسط. القسط إيش هو؟ القسط هو العدل، الميزان. أنت الآن لما تريد أن تزن مثلا كيلو من الخضروات ولا تزن أي كيلو، ماذا عندك؟ عندك وزن معين تضعه وتكيل، فإذا وافق هذا الوزن هذا الثقل فمعناه أن الوزن صحيح، هذه ما تحتاج إلى كثير عناء. وإذا كان أقل أو أكثر تحرص على أن يكون الوزن متساوي. هذا الكلام موجود عند المسلمين؟ نعم. موجود عند غير المسلمين؟ نعم. الله تبارك وتعالى أعطاكم هذا الجهاز اللي عن طريق هذا الجهاز توزن الأعمال، ترى أن هذه الأعمال صحيحة أو غير صحيحة، فأعطاك هذا المقياس. سؤال، هذا المقياس عادة يصير عليها رقابة، اللي يغشون في الميزان اللي كذا، ففي لجنة مثلا تشوف انه هذا 1 كيلوغرام صحيح. ليش؟ حتى ما ينقص ولو غرام واحد. اذا صار 1000 غرام مع غرام ما يصير كيلو، واذا صار 1000 غرام الا غرام ما يصير كيلو، واذا صار الى المفروض مضبوط. ففي ناس انا اتذكر بالعراق عندنا يختمون على هذا، يقول لك هذا للسيطرة النوعية ولا ما اعرف ايش التفتيش وكذا، هذا الميزان هو الصحيح. هذا من؟ هذه الاحكام الوضعية. انا انت شلون رب العالمين بعث لنا نبي حتى نقيس اعمالنا انها موافقة لعمل النبي فنرقى وهذا النبي يذنب؟ لذلك الله ماذا قال؟ قل أمر ربي بالقسط، بالعدل، ميزان. المفروض يكون هذا الميزان مضبوط، فالمفروض النبي محمد صلى الله عليه وآله أول من يطبق. إذا كان المرجع هو القرآن الكريم هدى للناس، فأول من يطبق القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله، وإلا للزم أن الله كلفنا بما لا نطيق. لأن القرآن إذا لا يطبق، طب ليش الله أرسل لنا قرآن وهو القرآن لا يطبق؟ فالله تبارك وتعالى أعطانا هذا النموذج، إنه قال إنه أنا أرسلت لكم النبي محمد صلى الله عليه وآله هو الميزان كي تزن الأعمال. فلذلك تعرض في رواية أن أعمالكم تعرض علي، على النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك النبي هو شاهدا ومبشرا ونذيرا، هو وثلة معينة من المؤمنين، طبعا هم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا كيف يشهدون وهم متلبسين بالأخطاء؟ يعني حرامي يشهد على حرامي، يقول لك ما يصير، إلا أنهم يشهدون أن كلاهما سرق، يقول أنا وهذا سرقنا. فلما النبي محمد صلى الله عليه وآله يشهد على العباد، لأن هو الميزان أن هذا صح وهذا خطأ. فالله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الوجه هو ما يتوجه به إلى الله، الوجه هذا قرص الوجه،
ومرة يعبر عن الوجه لأنه أشرف عضو في الإنسان. مثلا عندما نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونقول مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، طيب الله عنده يد، تلك اليد على مبنى السلفية. طيب شنو الوجه؟ لما تورطوا قالوا المراج المراد بالوجه الذات. المهم هذا مو موضوعنا. فالوجه هو ما يتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. أنا أتوجه إلى الله بصلاتي، أتوجه إلى الله ببري لوالدي، أتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة، أتوجه إلى الله بالحسين عليه السلام، أتوجه إلى الله بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهكذا. فأتوجه إلى الله زين. ثم قال عند كل مسجد. المسجد مرة يراد به ما هذا المسجد المعروف الجامع، لكن السؤال إذا كان الأمر محصور عند كل مسجد، طيب برا المسجد نتوجه إلى الله أو لا؟ شو نسوي إذا كان قل أمر ربي بالقسط بالعدل؟ وين؟ عند كل مسجد. زين العدل يكون عندما نكون في المسجد. طيب وخارج المسجد هل نأمر بالقسط، نعمل بالقسط؟ جواب نعم. طيب ليش خصص المساجد؟ لأنها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فأنت إذا كنت في خارج المسجد تذكر الله تبارك وتعالى بالقسط، فمن باب أولى في داخل المسجد أن تذكر الله تبارك وتعالى بالقسط وخارج المسجد. لذلك المسجد هو بيئة لتعليم الناس على أن المرجع هو محمد وآل محمد. لذلك سمي مسجد ضرار. متى؟ إذا كان لا يعلم الرجوع إلى محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. وإلا أنت ترى أن فلان الذي يؤذي الناس ويفعل ما بالناس كذا، مثل اللي في الموصل، هذول كلهم كانوا ينادون وخرجتهم بعض المساجد، ما أقول، وكان الذين ينظرون لهم هؤلاء. إذن عند كل مسجد فمعناه عند كل بقعة يسجد فيها إلى الله تبارك وتعالى. لما يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله، المساجد هي هاي المساجد السبعة، الجبهة واليدين، هذه لله تبارك وتعالى. فلفظ المساجد المساجد لفظ مشترك يصدق على المسجد والجامع ويصدق على كل بقعة تسجد فيها. زين. ثم الله تبارك وتعالى يتسلسل، قالوا ادعوه مخلصين، ادعوه مخلصين. الدعوة إلى الله يجب أن تكون بإخلاص. ما معنى الدعوة إلى الله؟ أنا يعجبني أنه دائما أفصل، لكن أنا أختصر، وأنا وعدت الأخوة أنه نقدم في المستقبل التفسير بروايات محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين بأسلوب عصري. ادعوه مخلصين. إذا لابد أن يكون هنالك إخلاص في الدعوة إلى الله. طيب أنا أدعو إلى الله مخلصا، كيف عرفتم أني مخلصا؟ مفروض عملي يترجم هذا الأمر. المفروض أنا أبدأ بنفسي. ولذلك الشيطان أفضل من هؤلاء الذين يخطئون النبي محمد صلى الله عليه وآله. الشيطان قال لك أنا لأغوينهم أجمعين كلهم، بعدين قال إلا عبادك منهم. من هم؟ أها، ادعوه مخلصين. هناك إلا عبادك منهم المخلصين.
الخلاصة يعني الجوهرة النقية الثمرة اللي هي محمد صلى الله عليه وآله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فتجد أن القرآن يركز دائما على قضية الإخلاص. ليش؟ لأنه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ممكن أي إنسان أن يدعيها. يقول لك أنا أعبد الله وأنا الشيعي وأنا السني وأنا ما أعرف إيش وأنا ما أعرف إيش، لكن من تهزه تجد ما عنده شيء. دائما أثرت في نفسي، كنت عند أحد ذهب إلى رحمة الله، ذكر لي يوم من الأيام رواية، وهذه الرواية هي ميزان. ما هي الرواية؟ أنه رأوا إنسان يسجد وكذا وكذا، فجاءوا إلى الإمام عليه السلام، قالوا له: يا ابن رسول الله، من المؤمن؟ سألوه: من المؤمن؟ فنظر الإمام عليه السلام فقال: لا يغرنكم كثرة الركوع والسجود، اختبروهم بالفروج والأموال، اختبروهم بالفروج والأموال، من تمكن من فرج ومال وعف ذلك هو المؤمن. ليش؟ لأن دائما الإنسان يتحرك لأجل الدنيا بهذين الأمرين. فالله تبارك وتعالى عندما بعث الرسل وبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله ركز دائما على الإخلاص في العبادة: إلا عبادك منهم المخلصين وادعوه مخلصين أو مخلصين، فيجب أن يكون الإخلاص. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال فريقا هدى الله سبحانه وتعالى عندما يهدي إنسان، يهديه لماذا؟ يهديه حتى يثيبه، فبين له طريق الهدى وسبل الهداية. وبعد ذلك تجد أن الإنسان يهتدي لمن؟ فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال. هو الضلالة قادته، هدته إلى طريق السيء، طريق المخالفة، طريق الضلالة، ظل الطريق، تاه وترك الطريق الحق. فطريق الهدى واضح. فيقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إذن هنالك فريقين: فريق هدي بأمر الله تبارك وتعالى وأخلص، وفريق حق عليه الضلالة. سؤال: النبي محمد صلى الله عليه وآله من فريق الهدى بلا شك ولا ريب. طيب، إذن النبي من فريق الهدى ونحن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وآله، فكيف بهدي النبي اللي هو هذا القرآن الكريم، فكيف النبي يذنب وعنده الذنوب التي يرتكبها، وهي كما تقولون الذنوب الصغيرة؟ ويوجد وقفات أخرى في هذه الآية أتركها لحينها، أفتح باب الأسئلة للتعليق عما ذكرنا بالصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. من الذي اخترع لكم وقال لكم أن النبي صلى الله عليه وآله صاحب وجهين: وجه معصوم به ووجه يخطئ ويعصي ويرتكب الذنوب والصحابة يصلحون له؟ من الذي رباكم على هذه العقيدة؟ من الذي أنشأ لكم هذه العقيدة؟ سؤال حير العقول. من الذي قال أن النبي معصوم في التبليغ فقط؟ سؤال حير العقول على مدى 77 حلقة. الله أكبر.